جهود قطاع الصحة الهادفة إلى تقريب الخدمات الصحية المتخصصة من المواطنين الأقل دخلا في المناطق الداخلية. يستقبل مركز الاستطباب الجهوي بتشجع قافلة طبية متخصصة في مجال طب العيون، حيث بدأت هذه القافلة المكونة من مجموعة من الأطباء الاختصاصيين إجراء العمليات والاستشارات للمرضى على مستوى المركز بشكل مجاني. جاتنا البعثة جاهزة بخير، ودواتنا الدواء المضبوط وجاهزة بخير، طاونا البصرات طاونا الدواء عدلوا لنا ياكل قاد يعدلوا لنا كامل قد يعدلوا لنا عدلوا لنا جازين بخير. جيت لي الطب ودويت وان شاء الله هذو زين فتيل وعطوني البصرات. يعطينا يعطيهم العافيه ان شاء الله وكثر خيرنا وخير. والد تقانت السيد الطيب محمد محمود ادى زياره ميدانيه لمركز الاستطباب الجهوي، وقف خلالها على طبيعه سير عمل القافله ومستوى استفاده السكان المحليين من الخدمات المقدمه في اطار هذه المبادره النوعيه. اليوم قمنا بزياره المستشفى الجهوي بتجكجة في اطار العمل القائم به مؤسسة البصر الخيرية العالمية، اللي ان شاء الله تعالى من المتوقع لانها تجري 4000 استشارة و1500 عملية جراحية للعيون. طبعا هذا العمل على كل حال عمل جيد ومهم، وشاكرين القائمين عليه ومن خلال وزارة الصحة ايضا على هذا المجهود. وبالمناسبة مطالبين جميع ساكنة الولاية بضرورة التوجه للمستشفى الجهوي من اجل الاقتناء هذه الفرصه، اللي فرصه مهمه به اللي مجموعه من الدكاتره ويقوموا بعمليات جراحيه مجانيه. مدير مركز الاستطباب الجهوي الدكتور سيداتي العمر جوده شكر هيئه البصر العالميه على هذه الخطوه، داعيا المواطنين الى الاقبال على المركز للاستفاده من هذه الخدمات. نختار نشيد بهذا العمل في اطار الخطه اللي معدله وزاره الصحه للتغلب على هذه التخصصات اللي غير موجوده في بعض مستشفيات الداخل بتنظيم وتسيير هذه القوافل. نختار نذكر على قبل 3 أسابيع كانت في قافله وطنيه في نفس الاطار، وهذه القافله تعتبر مكمله لذاك النشاط الذكوه. ونختار هون نقول على جميع ساكنة ولاية تقانت نختاروهم يستفادوا من هذه القافلة، لمنهم ما فادش على أنهم مستمرة إلى يوم واحد دو جنبر. ممثل هيئة البصر العالمية أشادوا بما تلقوه من تسهيلات وعناية من قبل السلطات المحلية. شاكرين لزيارته، كذلك شاكرين للإخوة في وزارة الصحة تنظيم لهذه الحملة وكل المسؤولين. وتستمر أعمال هذه القافلة لمدة 5 أيام قادمة، ستجري خلالها مئات العمليات الجراحية والاستشارات المجانية للمواطنين. الحسن دباب، قناة الموريتانية، مدينة تجكجة.